لا زال الأتراك الغزاة يقومون باستهداف قوافل التموين أو قوافل الوقود، وكذلك لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استهدفوا حتى سيارات الإسعاف لتقل جرحى ومرضى من مناطق ترهونة ومناطق بن وليد ومناطق جنوب طرابلس، تقلهم إلى مناطق أخرى. الطيران المسير يستهدف دائما في المشهودات المدنية الخاصة بالسكان. الشيء الآخر، نحن نقاتل من أجل القضية. إذا كان عندك أنت القتل وقطع الرؤوس وإهدار مال الدولة وإفساد نظامها الاقتصادي وإفساد نظامها الأمني وإتاحة فرصة للمستعمر التركي وغيرها من المستعمرين أن يدخلوا إلى ليبيا، هذه ليست بقضية، فأنت لست بوطني، فأنت لا تنتمي إلى هذا الوطن. هناك يوميا طائرات تهبط تنقل إرهابيين ومعدات عسكرية وأسلحة عسكرية أمام نظر وسمع العالم، أمام الخطة الأوروبية لتنفيذ قرار نقل أسلحة لليبيا، أمام بعثة الأمم المتحدة التي لم كأنها لا ترى هذا الموضوع، أمام تجاهل العالم لما تقوم به القيادة العامة في سبيل تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا. من حوالي يومين تم نقل حوالي 1500 إرهابي عن طريق سفينة تم إنزالهم في ميناء طرابلس. هل ال 1500 سوري تم نقلهم إلى طرابلس، تم إجراء الكشوفات الطبية لهم، تم التأكد وضعوا في حجر طبي؟ وأنا سأعطي معلومة الآن لوسائل الإعلام، الآن تركيا تحاول تجنيد سوريين لنقلهم إلى اليمن.